هذا يسأل يقول: ما حكم الصلاة خلف من هو معروف بالذهاب إلى الأعياد الشركية عند القبور، عند المساجد التي فيها قبور؟ إذا كان يذهب يشارك المشركين ويشرك بالله ويدعو الأموات ويستغيث بالأموات، هذا مشرك، لا تصح صلاته هو لأنه مشرك، ولا تصح الصلاة خلفه حتى يتوب إلى الله عز وجل. نعم.